ترجم. الإشكال أن الذي ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلني وياكم منهم، أنه في المجالس وفي المحاضرات وفي المساجد ينسحب ويتقدم أهل الباطل، ولا يتكلم ولا يصلي بالناس ولا يحفظ القرآن. نعم. الله سبحانه وتعالى إذا بكنا نينم نانتنم بتام أشجاري وأهل السنة تبلو بزي سيامي ميتارو سوج وين بسلف منهج لا يالو سوج قرآن على ما حفظه شونا ودها لا يهونا لو أهل السنة وجه أهل الباطل وده في تقدم أردونا. لماذا لا تتعلم؟ لمن دنو ما تمارو؟ لماذا لا تتقدم وتصلي بالناس؟ سوتشن كادم لمن دنو ما انت ما تصلي؟ يتأخر بعض الناس لا يصلي عمدا، لا يدخل إلا بعد إقامة الصلاة حتى لا يقدموا إمام. نعم. بعض الناس يتعمد أنه لا يدخل إلى المسجد إلا بعد إقامة الصلاة حتى لا يصلي بالناس. عندنا سويتش من دون ما يدرجوت بتاعهم ما يسازنهم نجار سويتش لا ما سجد بلو وشلو تيار لا تو ودوها لا ميكارو سويتش. وبعد هذا إذا تقدم أحد إلى الصلاة من أهل الباطل يقول هذا من أهل الباطل. طيب أنت لماذا لا تتقدم؟ كذا وهلا أهل البدع يهونه أو أهل الضلال يهونه سو إمامه نو بمياسجد بذكزي لمن دون هي مبتدي مياسجد بلو يجوها لمن دون أنت كذا مبلغ ما تمتنا ما تسجد لمن دون. لماذا لا تحفظ القرآن؟ القرآن اللي من دون ما تحفظه. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول. ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى له. إذا كنت في جماعة من الناس. أنت كجماعة كسويت جارك هونك. وعلمت أنك أحفظ القوم. أنت كسويت مكانك بدام حافظ مهون كاوك تتقدم وتصلي ولا تبالي بأحد. ليلوتين كمن ما تقطراتو أنت قد ما سجد. استو الله أكبر. استو تستكاكل بلا الله أكبر بلا دباب. يقال عنك متعالم تحب الإمامة، يقال ما يقال، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بزور هذا اللي تبال تشلال عالم اللي بالنا حافظ اللي بالنا وين دمو السجاد اللي بالنا اللي تبال تشلال أي يقولوا كمن ما قطر إلا بهم أنا بيرجع أخو مكنياتهم ياو أنت أحفظ كونكريس تقدم ما السجاد اللي بهم من نترك الإمامة لأهل الباطل لأهل الباطل وين دمو لبي لبيدع على بيت أنت ولا ما السجاد نترك الخطب لأهل الباطل خطبا لأهل الباطل النار لمبتديوش أنت ولا نتراجع نيودو هذا نافق فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه حي يستحي كان لا يحب ان يتقدم يصلي بالناس رضي الله عنه وارضاه ابو بكر حيا يالو سو نو ادب يالو سو نو غير اسو ياله ما نن ما اسقدم من ميلو عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يموتو غزي ماذا صنع الصديق من دون ابو بكر الصديق يسر رضي الله عنه وارضاه علم ان هذا المقام لابد فيه من القيام يا بوتا لسو تجبي مهون سلاوكة زالي مقوم من دالبة سلاوكة لسو قوم لما صعد المنبر ندرك لي وطا وخطب في الناس فسوج مكاك الخطبة درجة يقول الناس ما يقول عن الصديق لا عليه لأنه أراد رضا الله وعلم أن هذا المقام لابد من الصديق أن يقوم يجد صديق هنا أو كر صديق ويمدمه أن تنيا تبلو بنبي صلى الله عليه وسلم يتمسكر له أو كر صديق يا وطا لسه تجبي مهون سلام وك سويت ميلوت ساي سما يا الله مودي ثاني يفلق مال سوى يفلق هم بيتلا ما رد الفرار يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب بطور النتجزي يوم زحف الجيوش الجاد في سبيل الله لو تفر أنت مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب بجهر في سبيل الله وين بعلا من قد بمدرق وثقل كششح إيه بطعم كباد هنا وانجل لماذا لا نحفظ القرآن نتعلم نأم بالناس نخطب بالناس لماذا ونترك الخطاب لأهل الباطل والإمامة إيه انقدر انت جهدي يقطرتنو شيخو ماردنو زلي ما يزي اللبن ما استقدر يتشالك أحفظ هنا بحفظم كون بلات هنا يتغني ودوها لا لمن تافق فقال كذا وعلى أهل الباطل لمن خطبة يادر قال مبتدي لمن يسجد قال كذا وعلى أهل البدع السجد إياك لمن تجوها لنا عندنا إمام كان يازن إمام الله
حصل له ظرف يوم الجمعة ما استطاع أن يتحرك من فراشه، مريض ولا يتكلم، ماذا صنع الناس في يوم الجمعة؟ كسر يوم نجا تكسر مالتنا همم فراش لا يودك سلدي سويش من يسرو. انتظروا الإمام. إمام تبقت ساعة وساعتين. عند ساعة يوم كل ساعة تبقت وأنا إمام بمغنو مالت. وآخر شيء صلوا ظهرا 4 ركعات. لا يوجد أحد فيهم يتقدم ويخطب الجمعة. من الناس في المسجد؟ الإمام من هو؟ إمام من الأئمة يا رجل. نعم من هو؟ ما فهمت. هذا الإمام يوم الجمعة مرض. يوم الجمعة لي هي إمام تماما نميل. فالناس ينتظروا الإمام للخروج لصلاة الجمعة. لصلاة الجمعة إمام تبقى تكرر. لم يأتي الإمام. إمام لم ترجع. ولم يوكل أحد. عندي سؤال وكلام. انتظروا ساعتين. ولت ساعات تبقى لم ترجع. وبعد هذا صل الظهر 4 ركعات لم يصل الجمعة. جمعة سيسب زور 4 ركعات. لا يوجد أحد فيهم يعرف يخطب الجمعة. الزمك هكذا خطبة ماذا عند ميلم؟ علم الإمام بعد أن يعني طاب واستصح الحمد لله، علم بهذا غضب الإمام. إمامه وزاب على تشاله تقوت بزي بزي. فجاء في الخطبة التالية. بقولتني خطبة متى؟ صعد المنبر. مدرك لا يوتى. قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجلس ثم قام وقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ونزل قال أقم الصلاة وصلى بالناس. هذا خطبة قل نعم آية وموعد وحديث. هذا سورة العصر النووي مجمرة عليه يخطبه مجمرة سورة العصر بالشارج مكروه ماله وحديث ولتنيو حديث نووي هذا الرجل ماله ودعاء حيث ما كنت ميله ودعاء كذا دعاء هذا الرجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي يلا صلوات هذا الرجلنا كذا وهلا ترسى. ثم قام بعد أن سلم من صلاة الجمعة كذا وهلا كسجد وهلا قوما قال من هذا ما استطاع واحد منكم أن يقوم ويخطب بالناس. سويت اللي ما سجد كما كان كلاش وعندي سو ميتشل تفتون وراجع. آية وحديث ووعظ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. عندي قرآن أنكس عندي النبي صلى الله عليه وسلم حديث ندعاء لازم بنبي لي صلوات ما ورد ميتشل أكان تفتونه يلا سجد أشوت بلو تقطع. لا يقدر. ميتشل إلا. تحفظ الأصول الثلاثة. أصول الثلاثة يحفظ إلا. أحسن خطبة. أصول الثلاثة براسه تروي وانا خطبة. تحفظ كتاب التوحيد. كتاب التوحيد حفظ الله. أحسن خطب. تلك خطبة مالتنا. لماذا لا نعتني بكتب السلف؟ السلف وشين كتاب لمن دونه تكرت مانزته. لماذا نترك المساجد والمنابر لأهل الباطل؟ لأهل الباطل ويمدمو لو شيء بارا بيتوش لمن دونه مسجدوش من تواجهه.